بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا شباب. نظرا طبعا ان الصوت كان في الفيديو اللي فات جودته رديئة شوية، فان شاء الله قدرنا نوصل للحل وهنبدأ نعيد شرح الموقع تاني اللي هو شبيب الفيسبوك. طبعا انا هسيب لك الرابط اسفل الفيديو، ولكن بداية انا بأكد بس على نقطة اللايك والشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تقدر تتابع معانا كل الحلقات الجديدة فضلا وليس امرا. طبعا مسألة شرح الموقع تاني يمكن لسبب في تعليق كده كان موجود على اليوتيوب نفسه على الصفحة، فوجئت بتعليق غريب كده ان بيستصعب مسألة ازاي اجمع النقاط دي كلها. طيب هنرد على الكلام دوت اثناء الشغل ان شاء الله. طبعا هسيب لك هنا، هتحط الاسم. طبعا التسجيل مش محتاج شرح، ولكن امر برضو بنعيده تاني للتذكير. هتحط الاسم وهتحط البريد الالكتروني، كلمة السر، تعيد كلمة السر. طبعا الاسم ما تسيبش فيه فاصلة عشان ما ترجعش تاني تعيد الخط. الاسم يبقى يا اما تكتب اسم على بعضه يا اما تكتب اسم برمز. هتحط النوع ذكر او انثى والخصوصية، وبعد كده هتدخل ليه على الموقع. احنا هنعمل تسجيل دخول على الموقع على طول. تمام كده، هنضغط تسجيل دخول. كده هتلاقي واجهة الموقع. طبعا انت اول ما بتدخل بتحط صورة بروفايل ليك خاصة ليك، وتبدأ على اساسها هيبدأ يفتح لك صفحة. المهم في الموضوع انك كل حد موجود عندك هتبدأ تعمل له مسألة متابعة. كليك يمين طبعا وتترجم الموقع، هتعمل متابعة للاسم اللي انت تقابله، المتابعة، اللايك، الشير، كل حاجة هتحصل عليها على نقاط. انت طبعا هنا مجرد ما بتعمل مثلا متابعة، المتابعة ديت على اساس تيجي لك تعليقات او تيجي لك اشتراكات من الناس برضو، فتقدر تتابعهم وتبدأ الاحداث تتوالى. احنا مثلا عملنا لايك اهوت لحاجة، نزلت بوست كتبت فيه كلمتين هتلاقي موجود هنا. اهم حاجة تراعي الشروط اللي هو حاططها. طبعا انا علقت قبل كده في الفيديو اللي فات وقلت ان انا لما جيت اشتركت في موقع والموقع ده كان الربح فيه بعملة الدوجن، لما بدأت انشر مسألة ترويج لبعض الحالات وترويج لبعض المواقع الربحية، الموقع تشدد في النقطة دي. فاحنا عايزين نعمله معاملة الفيسبوك ان احنا نبدأ نتكلم فيه زي السلام عليكم، صباح الخير، ولكن مش كلمتين. انشاء مشاركات ذات معنى او صورة، لان المشاركات التي تحتوي على كلمة او كلمتين هتنتهي القواعد. وهو مش عايز كلمة او كلمتين، لا يمكن الحصول على اموال، هيجي وقت السحب هيرفض المسألة دي. فاحنا نعمل معاملة الفيس مؤقتا لغاية ما ان شاء الله نتمم اول سحب لينا، ونبدأ بعد كده ان شاء الله تبدأ ترفع بقى اللي انت عايز ترفعه، وتكون اتأكدت من ايه، من صدق الموقع. طبعا اثباتات السحب كتير جدا، هتلاقي في الـ عند الـ اللي هو الادمن المشرف ده، لو دخلت هتلاقي يوميا كل شويه سحبات موجوده. احنا عندنا طبعا انا هسيب لكم رابط للمدونه. المدونه هتلاقي فيها شرح مبسط للموقع نفسه، وهتلاقي اسفل المدونه هتلاقي اضغط هنا، دي اللي هتخش منها وهتبدا تسجل منها ان شاء الله. رابط الموقع هتضغط عليه هيحولك للموقع وهتبدا تسجل فيه. طيب بعد ما بتسجل وتدخل بياناتك هتبدأ تضغط على صورة البروفايل بتاعك ايا كانت، وتشوف مسألة النقاط عشان نعرف هو بيحسب قد ايه من النقاط لينا. طبعا ال 566 ده مش اعجاز. نرجع للنقطة، لمسألة ال 9000 نقطة، كل 9000 نقطة بيتحولوا لواحد دولار. طيب ايه اللي احنا هناخده هنا؟ اي منشور هتبدأ تعمل عليه لايك هتاخد 4 نقاط، المنشور هتربح 10 نقاط. طبعا دي التجديدات الجديدة، لان كان في الديسلايك كان بتاخد عليه 3. النهارده تم تغيير كل شيء، يعني من ضمنها ان انت لغى مساله الديسلايك مش هتاخد عليه. مساله الربح من النقاط بقت 4، المنشور 10 زي ما هو. اربح 5 نقاط من خلال الرد على المنشور، هنا زادت. يعني ده اللي زاد من الصبح لغايه النهارده، واللي اهم من ده كله ويمكن ده اللي يعني كان صدمه شويه، التغيير اللي تم دوت من شويه، ان انت لو ضغطت هنا على الشركات التابعه ليه، اللي هي مسألة تروج للإحالة بتاعك، وده رد برضو على مسألة ال 9000 نقطة كتير. ومش كده، أنا مش شرط أحقق ال 9000 نقطة، لأن هنا بيقول لك اربح ما يصل إلى 7 سنت لكل مستخدم. لغاية الصبح النهاردة كان 10 سنت.
مجرد ما دخلت 2 إحالة بلقيت 20 سنت مرة واحدة. طبعا لما بدأ التعديل اللي نشره المشرف، لأن بدأ يحصل عليه ضغط وفعلا بيطلع مصاريف جامدة وبدأ يطلع فلوس جامدة للموقع، فبدأت العملية تبقى تقيلة عليه شوية. فلذلك احنا بنقول نسارع ان احنا نبدأ نسجل في الموقع ده. انت مش عارف بعد كده يمكن توصل ل5 سنت الإحالة. طب انا دلوقتي انا في مثلا اخ بيشرح في الموقع، مجرد ما اشتغل عليه كام يوم بس حاليا سحب اللي هو 2 دولار، كان الحد الادنى للسحب 2 دولار، دلوقتي الحد الادنى للسحب بقى 5. ده مسجل سحب 2 وعنده 50 دولار لسه هيبدأ يسحبهم، كان عايز يتأكد من صدق الموقع، وده اللي شجعنا ان احنا نبدأ نشرح فيه دلوقتي. ف7 سنت دولار طبعا دولة العدد اللي سجل معايا. وصلنا برضو عشان نبقى فاهمين ل 47 سنت. انا والله ما يعتبر ما عملتش حاجه، انا كل اللي عملته سجلت في الموقع الصبح، عملت كام لايك وكام اعجاب، حاجه كده جمعت لها مش فاكر حوالي 10 سنت او حاجه زي كده، وراح دولت في الاحالات اللي هي جت متاخر، اللي هي جت هو حاليا 7 سنت. طبعا طريقه السحب انت بتدخل وبتدوس على النقاط عشان برضو نعدي على السريع كده. هنشوف مسألة اللي هنا النقاط، الرصيد الحالي، تضغط على الرصيد الحالي، وأول ما توصل لحد الأدنى للسحب اللي هو حاليا أصبح 5 دولار بتبدأ تسحب من الموقع. طيب في أمر كده على السريع، عشان احنا الصبح نزلنا برضو إثبات سحب لمحفظة الفوزيت باي، فانا كنت متوقع انه ياخد يوم كامل، هو ما كملش حوالي ساعتين. طبعا هو في الطبيعي ان هو بياخد يوم كامل، معذرة دي محفظة الداير. فالسحب هنا وصل على طول 460,000 ساتوشي. طبعا في الفيديو اللي فات هتلاقوا الشرح والموقع بتاعه. نرجع لمسألة النقاط كده، هو تحول للصفحة وجبنا النقاط، وتدخل على مسألة هنا 909,000 نقطة بيساوي 1 دولار. طبعا احنا وريناكم في أقل من ربع ساعة كان معمول مسألة إن حاجة 47 سنت يعني. طبعا أنا لسه كمان ما نشرتش غير كام بوست وكام تعليق، كام لايك وكام تعليق، ما لحقناش في الوقت. طيب بتطلب هنا الطلب السحب، بيبدأ تدخل فيها محفظة البي بال اللي هتسحب بيها، مفعل أو غير مفعل، وده الجميل في الموقع هتجيلك. طب اسحب ازاي من غير المفعل؟ هنشرح موقع ان شاء الله غدا يعني، او ان شاء الله بعد غد هنشرح موقع ان شاء الله ازاي تسحب من الباي بال المفعل او غير مفعل، حتى لو انت معكش ايه بطاقة تسحب بيها. طيب ده يعتبر شرح سريع كده واعادة الموقع، وان شاء الله يكون الصوت مظبوط المرة دي، وان شاء الله نحاول نسجل في مواقع زي كده يعني، بدأت تنتشر وبدأ حتى أصحاب القناة ينشروا الصحوبات بتاعتهم فيها، فإن شاء الله يكون خير، وبإذن الله نرفع كل موقع صادق. وما تنساش زي ما قلنا تعمل اشتراك، تعمل سبسكرايب اشتراك، وتبدأ تعمل لايك ونتابع عشان أقدر أرفع مستوى القناة إن شاء الله، ونقدر ننزل كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.